بسم الله والحمد لله والله أكبر. فستذكرون ما أقول لوحدي لكم وأنا منكم ما أقول لكم هنا. شوفوا ربي سبحانه وتعالى كيفاش قدر باش يكون من آب عون من يبحر عليه يقول لخبط دخلوا معه. صار احنا مش من الدائمين، هذا رب يزمدوه، أنا ربكم الأعلى. واستخف معظم المصري أنا ذاك، فعرفوا من لا عقول لهم فاعلة، عقول مدعوا يدعون أنهم عقول نيرة، وتبعهم وهم يشوفوا الآية التالية ولا اللي بعدها معناه فستذكرون ما أقول لكم شيعة وجه ساءت عاقبة الظالمين، وهم كلهم في ضلال وضياع لا يرجى من ورائه أي منفعة ولا أي هداية. فستذكرون ما أقول لكم وأطول أمري. ذكرهم بل هو سلام أمر الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كلام. وحنا كذلك حسبنا الله ونعم الوكيل يا مدعين الإسلام وأنتم أعداؤه بامتياز. والحديث يطول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أنا أقول عن ربي أنه بصير بالعباد، قلت والرب وضرعوا وربي بصير بالكذبة اللي مش تكلف لكم كما تكون في نوايات متغرقب بالجملة، وتكونوا بعد أو مش تجي الآية التالية حالكم سيئة لأقصى سوء الحال، لأنكم تعرضون على جهنم يا فرعون ومن اتبعهم بظلما، وعنا يا فراعنة بلا حساب وبراء عيناكم. وعن قلولكم فكوا شوية وارجوا للواقع يزيكم الهديان وثبتوا في الآية التالية وفوضوا أمر إلى الله. نحن مفوضوا أمر بالتمام كمان إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وفوضوا أمر إلى الله إن الله بصير بحلم التفقيق لله أسماء الحسنى والأسماء مطلق، مش أسماء قال والله يذكر خلاق في ميداني الفني والله مبدع كان يا ربي وبديع السماوات والأرض ومبدع فيه مبدع في لهو وتلهية وكما تقول في متعة زائلة متعة بجمال الكل حرام، يعني ما عندوش حق باش يركز ياسر على جمال المرأة اللي هي مومس عموما، ولا إلا من رحم ربنا بطبيعة الأمر. احنا الحمد لله في تونس عندنا من الإناث ما شاء الله اللي فعلا عندهم إيمان بالرحمن، ما نغطي عليهم باش يكفروا، مستحيل باش يمتعوا بكلمة الكفر مستحيل. وهؤلاء النسوة مؤمنات مسلمات محسنات، تحبوا تذكروا هذم في تونس هم بداية حركة إصلاحية في تونس، وربما بعد إشعاع ويكون متسع حتى يعم الكون أي الأرض كلها، والسلام على أهل الإسلام.